في التنسيق رفيق ضي وسامي فريق الأعداد عودتوا بهم دايوغ وكالعادة رفقني في التحليل خالد كرونة. تحياتي بداية أسبوع موافقة. تحياتي أهلا وسهلا بيك وفي كل مستمعاتنا ومستمعينا وغيثا نافعا لهذا البلد. بديت مطره وتصور اللي قاعده تجي ولي فيديو رفيق. تحياتي مرحبا. مرحبا يا زينه. مرحبا يا سي خالد. مرحبا بلي اسمعوا فينا الكل. يهنيكم الرواية كما يقولوا في بعض الجهات في تونس. شفنا برشا صور وبرشا فيديوهات للغيث النافع وبكميات كبيره، كميات هامه وبكميات غزيره. الغيث نتاعنا وين وصلوا؟ ليموناتك وامورك موجود. بعد شوية بيأدين الكريفي ينضم لنا مباشرة من وزارة الشباب والرياضة في فقرة عينك على الإدارة. نرجع نستفسروا ونسألوا أخبار سمعناه في وتكرر حل عدد من الجامعات الرياضية، مثلا نعطيكم على سبيل المثال آخرها جامعتي المصارعة والأشرعة تحلت كيف قبلها كان صار حل مكتب جامعة السباحة. علاش وشنو مصيرهم بعد ما يتحلوا؟ هل نحلوا جامعة باش نعاودوا وإلا سيد حلت تحلت؟ التفاصيل نعرفوها بعد شوية في عينك على الإدارة. في ساعتنا الثانية ضيف الانترفيو ماضي ساعة وربع الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري وعودة على تصريحات وبيانات آخر التطورات اللي صارت في 48 ساعة اللي فاتوا، منها وزارة العدل اللي تهدد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اللي وصفتهم الوزارة بشن حملات مغرضة أو اللي ينشروا في أخبار تنجم تمس من سمعة أشخاص أو إطارات بالدولة التونسية. وهيئة الانتخابات تحيل ملفات تمويل للنيابة العمومية حول تمويلات أجنبية لعدد من الجمعيات وبعض وسائل الإعلام، وعودة على تصريحات بخصوص إحباط مخططات إجرامية كانت ستستهدف التونسيين في بعض المناطق بالموسم الصيفي. التفاصيل هذه كنا نعرفها مباشرة بالبنت العريضة. بالبنت العريض. اهلا مجددا رفيق. تحياتي بالبنت العريض. نبداو بمعاوده على تصريحات وبيان وزاره العدل. البيان يجي على خلفيه ما تم تداوله زينه في بعض الصفحات الالكترونيه وعلى منصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعه ونزاهه مؤسسات الدوله وبالامن العام حسب تعبير بلاغ لوزاره العدل كان اصدار البارح. الوزاره اكدت التزامها في نفس البيان بتطبيق القانون وفرض اولويته على الجميع حفاظا على هيبه الدوله. اضافت الوزاره زاده في نفس البلاغ انه باش يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه وفق ما يقتضيه القانون ضد كل من يسعى للقيام بحملات مغرضة ونشر أخبار أو مضامين تمس من سمعة الأشخاص وإطارات الدولة، وضد الحملات زادة اللي تقول أنها تستهدف فيها القضاة أو تشكل تهديد لسلامتهم. الوزارة دعت كل القضاة وكل مكونات الأسرة القضائية عموما أنهم يكملوا يؤديوا مهامهم بكل تفاني ومسؤولية والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفرض سيادة القانون حسب ما جاء في البلاغ هذا لوزارة العدل. وزارة العدل خالد كرونة في بيان لها أكيد مش من فراغ جل بيان في علاقة بمن يستهدف أشخاص أو يستهدف مؤسسات الدولة، في علاقة بأيضا صفحات تستهدف يوميا بعض الشخصيات العامة. هل الوزارة ربما اليوم مدعوة أنها تنبههم أو تنطلق مباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة؟ شو اللي فهمتم البيان؟ هو ثم في بلادنا كما في كل بلد العالم منظومة تشريعية تحمي نعم. تحمي كل موظفي الدولة ومن أي تجاوز. يعني أنا ما البيان كأنه هو نوع من التذكير بما هو حاصل، وهو تذكير وتحذير. تحذير لأنه ثم احنا في أجواء انتخابية وفما برشا حديث مش مدروس من بعض الناس مثلا على صعيد على نشوفه على صفحات التواصل الاجتماعي. أنا دائما استعمل نفس اللفظ، يعني أحيانا يسمح البعض بسح الأشخاص صح. بيسمح البعض يعني بعدم التفريق بين أن ينقد أو أن يحدد موقفا له وبين أن يتجاوز في حق أناس بذكر أسمائهم أو بذكر صفاتهم، يعني بمسهم بطريقة شخصية. يعني أعتقد أن هذه ليست من أخلاقيات التعامل السياسي سواء كان بين الموالين أو بين المعارضين. ولذلك جاء بيان الوزارة. أنا أعتقد
أنه مجرد يعني ليس فيه مضمون جديد وفيه تأكيد على أن الوزارة تحمي منظورها وأن الوزارة ملتزمة بالقانون، وهذا طبعا ستقوله كل وزارة لأن هذا من منطق الأشياء، ولكن هناك تحذير من أنها لن يعني ما يفهم منه أنها لن تتردد في إجراء اللازم تجاه كل من تقدر النيابة العمومية أنه تجاوز في حق قاضٍ أو في حق موظف. خالد كلونة تقول ليس من أخلاقية العمل السياسي سحل الناس على الفيسبوك، يعني تعتبر الناس ومن يتحدث واللي يتكلموا راهم مباشرة عندهم علاقة سياسية أو إيديولوجية تحرك؟ لا، أول شوف ثم فرق، احنا في بلد يدعي أنه يريد أن يؤسس لتقاليد راسخة في حرية الرأي والتعبير، ما هو كولا صح. حرية الرأي والتعبير لا تعني أنه أن نسحل أفرادا أو أشخاصا أو أن نذكر ما يتعلق بعائلاتهم أو يعني هناك حالة إيتيقية ينبغي أن نضمنها في هذا الفضاء التداولي الاجتماعي، لأنه حتى لا نمس أعراض الناس. هناك فرق بين النقد، بين الاختلاف، وبين التشهير، وبين التعريض بالناس. مازلنا مواصلين معاك في النقطة هذه، الفرق بين التشهير وبين نقل المعلومة. هل اللي ينقل خبر يعني صحيح أو يدخل في السحل؟ راجعين بعد ما نرفعوا لأذانات لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. قبل ما نرفع لحضراتكم أذن صلاة الظهر، كنا نحكيه على بيان وزارة العدل اللي توعدت فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يشن حملات مغرضة أو ينشر أخبار زائفة أو حتى أخبار تمس من سمعة إطارة الدولة والأشخاص. خالد كرونة، هل هذا يعود بالأساس خاصة أو الوزارة تقصد من بيانها أو الهدف منه حماية منظورها خاصة حملة ضد بعض القضاة وشفناه هذا على الفيسبوك وغيره؟ يعني في بيان الوزارة
الجملة الأولى فيه نعم تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية. فوالا إيش معناها؟ معناها المسألة ما تهمش الصحافة المكتوبة، تهم الميديا الجديدة. صح، الميديا الجديدة هذه قضية أولا مش مربوطة بالحدث هذايا، معناها بالفترة هذه، هذا مشكل وزاد مش مشكل خاص بتونس الميديا، ولكن في بلداننا احنا يجب نفهموا اللي من ناحية السوسيولوجية الألسن التي ظلت معقودة عقودا طويلة، عندما كان الإنسان لا يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان، وقت يلقى روحه عنده فضاء نجم يتكلم فيه، أحيانا يفتي فيما لا يعرف، أو كما يقال في العربية يهرف بما لا يعرف، ويسمح لروحه باش يعمل تجاوز أخلاقي، تجاوز أخلاقي بالأساس في مس سمعة الناس، في سحل أعراضهم، في الدخول إلى تفاصيل حياتهم الشخصية. هذا ما عنده حتى علاقة بحرية التعبير، وما عنده حتى علاقة بالاختلاف السياسي، لأنه المفروض أن هذه الوسائط بشوية بشوية تكرس عند الناس تقاليد إتيقية في التعامل والخروج عليها، هو اللي يتسمى في القانون وفي كل بلدان الدنيا جرائم إلكترونية. يعني في نهاية المطاف باش احنا نعرف الخط الرفيع الفاصل بين حق الاختلاف وحق التعبير وبين وحرية التعبير وبين يعني صون أعراض الناس وصون كرامة الناس. هذا يستدعي منا حتما التحلي بالأخلاقيات الضرورية حتى لا نمس لا سمعة الأشخاص، نعم، ولا حتى سمعة المؤسسات، لأنك أنت تونسي. يعني إذا كان أنا عندي انتقاد وثم مئات من الناس عندهم انتقاد لأداء هيئة انتخابات مثلا ها نعم. من واحد اللحظة السياسية الحالية، ولا عندي انتقاد لأداء المحكمة الإدارية، ولا عندي انتقاد لأدائهم للزوز، معنى ذلك أني أنا نهين المؤسسة هذه؟ لا، نجم نقول رأيي ونعبر عليه بالأسماء. لا، ثم ناس تشهر بالأسماء وتذكر أسماء الزوجات، وكان لازم العناوين، وكان لازم أسماء الأبناء، وين يقرأ وشنية ودار وين ومنين شلها. يعني ثم مستويات، ماذا بينا الصراع والخلاف السياسي دائما يكون تحت سقف إتيقي يسمح بمراكمة فكرية ومراكمة ترقي المجتمع ولا تعود به القهقرة. مع الأسف سي خالد، تأكيدا كلامك شيء هذا يظهر لي ولا قاعدة مش استثناء في الميديا الجديدة وفي وسائل التواصل الاجتماعي. يعني قاعدين نشوفوا توا في اللي قاعد صاير الكل في منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك وغيرها، من خطاب تجيش وتحريض ضد كل من يخالف ممكن أفكار وإلا توجه. ما وصلناش لتخالف هكيك، ما بتنجم يكون احيانا شخص سمع في حوار او تصريح، ما ناخذ امثله، اطار في الدوله، قاضي اللي هو يتكي هكيك رياضه مولاي. عفوا، كاين ثم مشكله اخرى مع الاسف، الانسان مفيلات. يستطيع ان هو يبدي رايه، هو طوع حقه باش يبدي رايه، اما تبدي رايك فيش فرق كبير، تبدي رايك فيما تعرف، تبدي رايك فيما تفهم. يعني شنو الراي اللي نجم نبدي هنا في قضايا متعلقه بالفيزياء النوويه مثلا؟ ما نجمش يكون عندي حتى راي حقيقه الامر. حتى لهنا في البلاطو كان نهار تفاجئيني انت بسؤال في الجزء الثاني من الحصه اليوم متعلق بمشاكل الرياضه، انا ثقافتي في الرياضه كما ثقافتي في الفيزياء النوويه، ما نجمش نجاوبك. الانسان لازم يتعلم يمتنع على انه يهرف بما لا يعرف، وهذا هو النقاش الأزلي ملي ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي. ومش كان في بلادنا رفيق، أما بتفاوت بين البلدان. بالتالي خالد كرونة تعتبر الهدف من بلاغ وزارة العدل حماية منظورها بالأساس ووضع حد للنزيف الافتراءات والتشنج والسحل والتوعد أيضا بتطبيق القانون بصرامة، اللي هو ثاني بلاغ نذكر زينة ممكن في نفس الاتجاه. قبل بعض البلاغ السابق اللي هو كان بتاريخ 15 سبتمبر بالأحد، يعني في نفس تقريبا أسبوع بينت زوز بلاغات. نمشي إلى هيئة الانتخابات رفيق دريتي. هيئة الانتخابات اللي كانت أصدرت بلاغ البارح زادة فادت فيه أن وصلتها مؤخرا معطيات جديدة من البنك المركزي التونسي باش تفيد المعطيات هذه، تفيد بتلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات لتحويلات مالية هامة حسب بلاغ ليزي، تقول أنه جات من برشا جهات أجنبية، وهذا قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية وزاد المحطات الانتخابية السابقة من غير ما تحدد أين هي المحطات. تقول زاد هيئة الانتخابات أنها أحالت موصلها من معطيات للنيابة العمومية باش تتعهد بها. ليزي
أوضحت أن الإجراء هذا يجي في إطار متابعة مطالب الاعتماد لكريديتاسيون اللي تقدمت من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة حسب بلاغ ليزي لتغطية الانتخابات الرئاسية. نذكروا كونه كل مؤسسة إعلامية مطالبة كونها تبعث قائمة بكل الصحفيين الفريق العامل حتى التقنيين اللي بشي غطيوا الانتخابات، وممنوع على كل صحفي أنه يتواجد وسط مكتب اقتراع أو وسط أي مقر معروف تابع لهاية الانتخابات دون بطاقة الاعتماد. تقول زادة ليزي كونه هذا يجي في إطار متابعة الجمعيات اللي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد، وخاصة شروط الحياد، النزاهة والاستقلالية حسب بلاغ هيئة الانتخابات. وواضح كان ضيفنا عضو هيئة الانتخابات أيمن بغطاس الأسبوع الماضي في استوديو الوطني. رجعنا معه على الموضوع وفسر دايوغ سألناه على البيان اللي اليوم جات وضحته أكثر أو البارح وضحته أكثر هيئة الانتخابات. منين ليكم عرفتوا؟ كيفاش عرفتوا لو فما تمويلات مشبوهة؟ قلك رجعنا إلى البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وقالت وأنه المنظمة هذه وذيك وهي الأخرى راهم فيهم تمويلات مشبوهة أو بعض وسائل الإعلام، طبعا مهمش الرسمية والمعتمدين معروفين وحكينا فيهم في وقت سابق ويعرفوهم، وأنه تمويلاتهم مشبوهة. وتحال الملف دايغ الملف نتاع بعض وسائل الإعلام اللي تخدم بطريقة موازية أو ما عندهاش رخصة أو غيره، خالد كرونا من أيامات اللي كانت فما هيكا اتحال ومريناش ما بعد الإجراءات، موجود ملف مشابه على أنظار القضاء. هو الموضوع هيك معناها معقد شوية، ما نجمش نتناوله في كلمتين. أولا لازم نفرقوا بين ما يتصل بالجمعيات وما يتصل بوسائل الإعلام، لأنه هيئة الانتخابات تقول لي هي أحالت هذه الملفات إلى النيابة العمومية. أنا ساعة كمواطن عندي سؤال وقتها، البنك المركزي علاش يستنى في هيئة الانتخابات باش تحيلهم للنيابة العمومية؟ البنك المركزي راه مخول هو نفسه، هو جهة رسمية، بل هو أكثر جهة رسمية مسؤولة على سلامة العمليات المالية التي تجري في البلد. ينجم يكون حال لما على أي حال كيفاش حاول قليلا لا ينجم يكون حال ملفات ولكن مخرج في الأعلى. المهم ما علينا يعني خطر إذا كان زاد نفس المواضيع يعني نفس الملفات أحيلت للنيابة العمومية، واللي ما ثم حتى داعي باش تعاود تحيلها هيئة الانتخابات. هاي هذه مسألة معناها عرضية، لكن هي تأشر لأنه ثم موضوع قديم كما أشارت هيئة الانتخابات، أشارت اللي ثم تمويلات سابقة حتى في استحقاقات مضت من قبل. هذا بالنسبة للجمعيات تناولناه الموضوع هذا قبل، وقلنا اللي ثم من غير من عممه ثم جمعيات تتلقى في تمويلات تسير حيث لا ينبغي أن تسير، وسبق الرمانة هذه فركناها. السؤال الأخطر اليوم وقت اللي تجي هيئة الانتخابات تقول ثم مؤسسات إعلامية، تو أنت عامل مؤسسة إعلامية خاصة، احنا ما عندنا حتى مشكل مع هذا، لأنه بلادنا ترسخت فيها تقاليد من سنوات طويلة نتاع وجود مؤسسات إعلامية خاصة، سواء وسائل إعلامية مرئية وإلا مسموعة يعني. لكن المشكل إذا كان القانون يسمح بتمويلات الجمعيات، هل يسمح القانون بتمويلات المؤسسات الإعلامية الخاصة ولا حتى العمومية؟ طبعا العمومية بعيدة على هذا لأن بطبيعتها ما عندهاش علاقة بالجهة حتى المعتمدين الأجنبية. نحن ننزه وسائل الإعلام الرسمية لأنهم معروف تمويلاتهم. لا 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 ما تخافيش، وسائل الإعلام العمومية ما هيش لاقية حتى باش تواجه مصاريفها. هذا موضوع مختلف. أما بالنسبة للبيان تاع البلاغ تاع هيئة الانتخابات متعلق، واضح أنه يحكي على مؤسسات إعلامية غير قانونية خاصة. الغير قانوني انا مطلع عليه شويه الملف، نعرف تحكي على حاجات غير قانونيه. والمؤسسات الاعلاميه الخاصه الموضوع نتاع انها من ايام الهيكا كما كنت تشيري ثم مؤسسات اعلاميه ناشطه، ثم فضائيات محلوله ذيك نحن خلينا نسميوها ثم ايه، ثم فضائيات محلوله وتبث وفرض روحها وما لقاتش الدوله عبر اليات التنفيذ لاسباب في الغالب كانت تقنيه. علاش خاطري ما يبثوش من تونس؟ لاي خاطر ما يبثوش من تونس رغم اللي تم اصدار قرارات في وقت من الاوقات، والهيكا في الطلقات يعني مشات في الاجراء القانوني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اجازه من الهيكا وفق القوانين المرعيه في البلاد، ولكن هذه بلطجه اعلاميه، والبلطجه الاعلاميه متنجم تصير كان بتمويلات اجنبيه. به اليوم اذا كانت الدوله عاجزه الى حد الان على انها تاخذ يعني اجراءات جديه في انهاء هذا الملف، يعني مجرد ملف جديد
تلقي به هيئة الانتخابات أمام أنظار العدالة ينجم يغير حاجة؟ يعني هذه يعني المشكلة هذا مازال باش يتواصل لفترة لا ندري ما هي، على خاطر ثم مشكلة بتاع آليات التنفيذ، ثم أمور داخلة فيها علاقات دولية وداخلة فيها اتفاقيات في الأموال، يعني موضوع بلغ التعقيد. ونمشي إلى الأخبار الأمنية اللي تجينا رسميا ومؤكدة معك رفيق. كان ضيفنا زينة نهارة الخميس العميد عماد مماشا ممثل وزارة الداخلية ومدير إقليم الأمن الوطني في بن عروس، اللي كان أفاد الحقيقة بمجموعة من المعطيات الهامة والهامة جدا. من بين الكلام اللي قاله العميد مماشا أن الوحدات الأمنية تمكنت في فصل السيف من إحباط عدد من العمليات الإجرامية والتخريبية اللي كانت باش تستهدف التوانسة. ضيف استوديو الوطنية كان رفض أنه يكشف على تفاصيل العمليات هذه، بطبيعة نتفهموا الجانب الأمني وواجب التحفظ في الموضوع، كما شكر زادة مختلف الوحدات الأمنية على مساهمتها في إنجاح الموسم السياحي. شكر خاص لأجهزتنا الاستعلاماتية، خاطر أحبطنا برشا حاجات كانت باش تصير للبلاد. بطبيعة مانيش مخول باش نتكلم فيها، لكن حطوا في بالكم كلمة هذه مانيش مخول، معناها ما تسألنيش أحبطنا في الصيف ولا لي. أحبطنا عمليات أحبطنا إجرامية إرهابية. هي أحبطنا شنو؟ أحبطنا يا زينة بعد أحبطنا أمين كلمة واحدة بعد أحبطنا والله أحبطنا إرهابية. مخطط إجرامية وتخريبية لاستهداف الموسم السياحي، تخريبية استهداف التونسي. ما حبش نعطي برشا التفاصيل، نتفهموا الوضعية وما حتحكيش فيه الموضوع. لأول مرة حكي فيه ضيفنا ممثل وزارة الداخلية العميد عماد مماشا نهار الخميس في استوديو الوطنية. من غير ما ندخل معه في تفاصيل نتفهم، فما نكبشت شوية معاه خالد كرونة، ولكن نتفهم لحساسية الموقف، فما مش كل شيء يتقال. ولكن أعطاك هو حتى العملية وصفها بالإجرامية التخريبية تستهدف التونسيين، معناها احنا اليوم مازلنا في تهديدات متواصلة لم تنتهي. أولا التهديدات ولكن الحمد لله فما مجهودات، يعني من السخف أنه نعتقد احنا يعني خرجنا من التهديدات، لأنه احنا أصلا نعيش في مناخ إقليمي متقلقل. احنا نعيش في 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 تحولات دوليه وفي منطقتنا كبيره، واحنا ما نجموش نكون بمعزل عنها، وانه عندنا ناس ناشطين وناس فاعلين في بلادنا عندهم توجهات مختلفه وعندهم ارتباطات، البعض منهم عنده ارتباطات. مش لازم ننساو خارجية، مش لازم ننساو ما جرى في هذا البلد وما جرى في بلدان اخرى عربيه، وما زال في البال الجرائم الارهابيه التي حصلت على ارضنا وفي مدننا وفي حافلاتنا وضد جيشنا وضد متاحفنا وضد، يعني هذا كله لا ينبغي ان يمحى من الذاكره بجرد قلم. وما دام الوضع مازال متقلقل سيحاولون دائما، لكن احنا تعويلنا على شنية؟ تعويلنا اولا وزم هذا نعترفوا به، اللي لاسباب جدا جيوسياسيه ليس لدينا وقت لشرحها، مبدئيا موجه الارهاب تراجعت قليلا في المنطقه كلها مش كان في تونس، وتعويلنا على قدراتنا الامنيه وعلى يقظة شعبنا أيضا. ما لأن المسألة الجهد مش فقط منصب على أو ليس الواجب محمول على القوات الحاملة للسلاح، هو منصب أيضا على الوعي العام والوعي الشعبي. وإحنا رينا في خلال أسوأ الفترات اللي التوانسة كانوا ضد الإرهاب وكانوا في الميدان ضد الإرهاب، وما زلت أتذكر قليلا. ما زلت أتذكر 7 مارس بن قردان، الحدث الذي كان حدثا بارزا في هبة شعبية. نعم. يعني سنقول لا خوف علينا، ومع ذلك تبقى التهديدات وما تصورش التنفيذ. الحمد والشكر لله فما عمل استعلاماتي كبير واستخباراتي كبير قاعد يصير للحد من العمليات هذه اللي تنجم تستهدف لك اي بلاد في اي وقت، خاصه في مرحله وفي استحقاق كيما هكا استحقاق انتخابي تنجم نعمل لك بلبله قبل بمده. الناس اللي حكيت على تاجيل كنت تذكر خالد كرونا، الناس اللي ربما تحدثت عن مواضيع اخرى نجم نربطهم هذوم الكل بالتصريحات اللي كان يقول فيها سي مماش العميد احباط مخططات اجراميه خلال موسم الصيف. السياح نستهدف لك السياح مجددا الله لا يقدر، انت تعرف شنو صار استهداف السياح في نزول الامبريال وفي متحف باردو الله لا يعاود علينا. دونك هذا الكل لولا الاستحقاقات ولولا خاصه فعلا وتحيه ليهم والله مش رمي ورود المجهودات الجباره لقوات الحمل السلاح بانواعها وخاصه الاستخبارات والاستعلامات اللي ترصد التحركات. وقال لك في عده ولايات ما كانش في منطقه وعمليات بالجمع، معناها الناس ربما والتنفيذ اكيد مش يقول لك من الخارج. خالد كرونا احنا مازلنا نسمع بين فينا والاخرى،
أنه منذ أسابيع قليلة يعني إرهابيين جذورهم تونسية تم تصفيتهم في بلدان عربية أخرى. يعني إحنا النشاط الإرهابي حتى كان مبدئيا وإن شاء الله هذا يستمر بطبيعة الحال يكون تحت السيطرة عندنا احنا ويكون مستبعد ويكون معناها نيوتراليزي كما يقول الفرنسيون. اما من هذا لا يعني ان المجتمع بجرد قلم تخلص من هذا الفكر القصوي ومن هذا ومن من من النزعات الارهابيه. لكن ما زلنا نعيش في حال تطوير قانون حال طوارئ مازال من ناحيه في الجانب القانوني مازال نعيش في حال طوارئ. لكن احنا يلزم حتى كان مثلا مش حال طوارئ قانونيه يلزم المجتمع يكون عامل الطوارئ نتاعو الطوارئ الذاتيه نتاعو ضد الأفكار المتطرفة. نجم ونعيش في هذا البلد حديقة فيها 100 ولا 200 زهرة مختلفين والنجم ندير ونتعلم ندير الاختلاف في ظل السلم المدني. هذا هو إيش معناها إيش معناها بلاد متحضرة. وإحنا يظل تاريخنا يسمح لنا باش نكون بلاد متحضرة. واصل معك رفيق. نواصل وزينا مع تصريحات ممثل وزارة الداخلية العميد عماد مماشة اللي كان ضيف استوديو الوطنية نهار الخميس اللي فات. من بين النقاط اللي حكى فيها نقطة الكاميراوات ذات خاصية التعرف على الوجه لكاميرا ريكونيسونس فاسيال، هذا جديد اللي باش يكون موجود في تونس بداية من جانفي 2025. نحكيه على كاميرات تتميز بقدرات عالية وعالية جدا، ممكن أنها تتعرف على 20,000 وجه مسجل في قاعدة بياناتها. وكما تحدث على بداية اعتماد كاميرات المراقبة المحلولة البادي كام اللي تبدأ موجودة في زي أعوان الأمن. نعرفوا التفاصيل من عند العميد عماد بماشا وين بتكون موجودة الكاميرات هذه. منظومة التعرف على الوجه نجم الأخيان تو يقول والله إيش قاعد يحكي لنا هذا باش نعملوا احنا ريكونسونس فاسيال موجودة. صحيح ركبت عندنا احنا تو على أساس أنه الانستالاسيون ماهيش هكاكا خاطر فما فيبر أوبتيك فما إيه مش وحدنا راه. لكن القاطرة اللي قاعدة تعدي في الأمور هذه كلها هي وزارة الداخلية بالتنسيق مع برشا وزارات. تو يجي وقت هم بيدهم يحكوا على أرواحهم لكن أنا جاي نتكلم باسم وزارة الداخلية. حطي في بالك إن شاء الله من كما قلت لك البداية جانفي باش تشوفوا فما بلايص معينين مربوطة بالتعرف على الوجه والكاميرا الواحدة. هاو باش نحكي على خصوصية معينة تنجم تقرأ 20,000 وجه موجودة في قاعدة البيانات نتاعها. من هنا إن شاء الله لبداية العام الجديد باش نحكوا على تقنيات حديثة باش تخدم الوحدات الأمنية باش نحافظوا على حق البوليس نتاعنا وحق المواطن على أساس أنه باش نستعملوا لبادي كام اللي هي الكاميروات المحمولة والمواطن باش يشوفها هذه موجودة على غرار الأمن في العالم الكل. احنا في بداية باش تخدم الوحدات النشيطة الوحدات اللي فيها علاقة مباشرة بالميدان سواء وحدة النجدة وحدات المرور اللي فيها علاقة مباشرة مع المواطن. فقط زينة باش نوضح سامحني ماهوش نفس الكاميرا، نحكيو على كاميرا خاصية التعرف على الوجه ريكونيسونس فاسيال تكون مثبتة في بعض الأماكن تكون جينيرالمون الفوق بصفة عامة الفوق. وبالنسبة للبادي كام فإنه هي مشروع آخر اللي هي تكون موجودة في زي عدد من الأعوان كما كنا نسمعه في العميد مماشا، خاصة البداية بتكون في مرحلة تجريبية بالأعوان الموجودين على الميدان واللي هما في تواصل واتصال مباشر مع المواطنين. دونك الكاميرا المحمولة تبقي يوقفك عاون خالد كرونة ورد بك على روحك دو. ما عندكش لا انت تنجم تقول تبلى علي وظلمني لا هو يقول تبلى علي وظلمني. لا حقك يضيع لا حق العاون اللي يضيع. وهذه ربما كما معمول بها البرك الدول صوت وصورة المتطورة والمتقدمة تسجل عليك. لا انت حقك يضيع لا العاون على الميدان حقه يضيع. وقداش مستحقين هذه تتعمم شوفوا كل انزاع. والكاميرا من النوع الثاني اللي هي الريكونيسونس فاسيال الكاميرا اللي تتعرف على الوجه 20,000 وجه في دقيقة تنجم تفيق به. معناها انت ورفيق تحرق الضوء كبتيكم بالوقت. لا ربما المسألة عندها يعني أهمية أكبر. نحكي على أمور إجرامية لأنه مثلا نجم ناخذ مثال اللي التوانسة شافوه وتبعوه وقت اللي صارت كأس العالم في 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 قطر وشافوا كيفاش نجموا عندنا جموع عندنا آلاف أو مئات الآلاف من الناس ونجموا نقتصدوا الجهد البشري الجهد البشري نحكي بالنسبة للأمنيين لأنه الوضع الكل ممكن في عوض نحطه 200 عون في الميدان هذاك نجم نحطه 20 عون مثلا يعني ولكن عندنا نعاونه بالكاميرا عندنا على مدار الساعة من يهتم بما ترصده الكاميرا. وانت خذيت فيه مثال دايوغ الكاميرا أنا ذاك في الحدث اللي انت كنت تحكي عليه خالد كرونة رصدت سرقة هاتف جوال لأحد المواطنين
وصاحبه ما فاقش اللي هو تسرق فاق كان كيف رجعه له قاعد مازال بالمناسبة يعني في عديد البلدان في العالم احنا يعني باش نحطه بالذفرين احنا نتسمى وتأخرنا شوية لانه تونس في ما مضى كانت في العالم بصفة عامة في العالم نعم. المعلوماتية وفي العالم الرقمي كانت سباقة حتى في الدول العربية صحيح. كانت من قدام توا باش نحاولوا نخلطه وهذا باش يخفف الأعباء من جهة ومن جهة ثانية باش يضمن كما قلتي انت منذ حين نعم. انه زاد باش نخففوا المظالم حتى لا يعني كيفاش حتى باش ما نغطيوش عين شمس بالغربال لانه ثم مظالم قاعده تصير دو طون زون طون من هنا وهناك وقت اللي باش تولي الامور موثقه صوره وصوت هذا يرسخ منظومه حقوق الانسان ويرسخ زاد منظومه احترام الموظف العمومي ويولي كل واحد عنده حقوق ياخذها وعنده واجبات يلتزم بها من هنا لين يعني رغم اللي تعرفي زاد ثم جدل في العالم الحقيقة خاصه الكاميرا المنصوبه في الشوارع هذه ثم جدل زاد في علاقه بمساله حقنا في هذه المعلومه لا 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 معطيات شخصيه حمايه المعطيات الشخصيه ثم جدل في العالم كله هذا مش خاص ببلادنا لانه زاد كي نشوفوا ثم بلدان ناخذ مثال الصين البلاد المشهوره اللي متقدمه ياسر في المجال هذايا يعني في الصين يعني ممكن من خلال الكاميرات المزروعه في كل الشوارع وفي كل النهج وفي ابواب العمارات وفي كل الازقه وفي كل يعني ينجموا يعملوا لك تراصين تاع يومك كيفاش مر منذ اللحظه الاولى التي خرجت فيها الى الشارع الى اللحظه التي عدت فيها الى بيتك. نسالك نقولك شنو اللي قلقك كي انت يومك مسجل بما انك لم تعتدي لا على الاملاك العامه لا الخاصه ما عملت جرم في المقابل انا نشوفها حمايه انا ندور محميه ونسالوا سؤال على الجريمه البلاد اللي خذيتها انت كيما الصين نجحوا باش يقضيوا على الجريمه بالخلفيه الامنيه شنو المانع؟ بالخلفيه الامنيه كلامك صحيح. بالخلفية الحقوقية هذا مش مسألة خاصة بتونس راهي هذا نقاش مشيت تقضي وخرجت وروحت بولدك شنو اللي قلق؟ هل الشارع اليوم أو الفضاءات العامة هي مكان خاص ولا هي مكان ولا هي مكان شخصي؟ لا هي مكان عام. لا يقول قائل ما أنا ما حبش ندخل في النقاش هذا لكن الحقوقيين في العالم الكل يطرحوا السؤال هذايا يقول قائل أنا تقبلت أنا وسي رفيق في الشارع يا اخي يلزم الناس الكل يسمعوا ولا يلزم الدوله تعرف اللي تقابلت معاك وشربت معاك قهوه يعني يراوك إيه معناها يسمعوك حتى من الكاميرا لانه المساله هذه معناها عندها حتى ارتدادات اقتصاديه من بعد لانه تولي ثم الدراسه تولي ثم الدراسه من خلال الكاميرا على شنو المؤسسات اللي عليها اقبال يعني ثم امكانيه خلد كورونا التامينات اللي قاعده صايره اكثر ومن اكثر الاماكن اللي فيها اعوان امن تؤمن المحيط هي المؤسسات الماليه طيب يدعوا هما بيطلب منهم كي جاء امن للمحيط واخير دونك لا احنا معناها شوف ثم زوز مستويات باش الناس يفهموا ثم مستوى نحكيوا عليه اجرائي معناها باش يصير هذا مؤكد احنا قلنا منذ حين اللي هو باش ينفع هذا لا نقاش فيه لكن ثم نقاش اخر فكري هذا لا يتعلق ببلادنا ماهوش متعلق بالاجراءات اللي تم الاعلان عليها لهنا في الاستوديو هذا نقاش حول انه نجم نعطي مثال باش يفهموا ونعتبروا ناخذ مثال من بلاد اخرى وقت اللي هما يقولوا يعملوا دراسه احصائيه من خلال الكاميرا للمؤسسه الفلانيه عندك زوز مؤسسات تجاريه في شارع واحد ينجم من خلال تسريب معطيات معينه نجم نغير واقع اقتصادي بتاع مؤسسات راهو كيف يطرحوا في القضيه يطرحوا فيها ناس اللي هما مختصين ويطرحوا في اسئله نعم. مشروعه تبقى كيفاش في القران الاثم والنفع اثمهما اكثر من نفعهما اثمها اكثر من نفعها هذه زد الكاميرا نجم نتسالوا هل انا نفعها اكثر من اثمها ولا اثمها النفع اكثر من النفع. النفع ان شاء الله مع النفع نمشيو المنفعه احنا ناس نفعين بامتياز لانه فعلا الوضع اليوم انت في حرب مفتوحه ضد الارهاب ونذكروا قانون الطوارئ مازال مفعل لليوم وعليه ما تنجمش تقول لي الحاجه تنجم تعطيك تراس وتحمي ولا تقول لي نفاذ ولا حق المواطن ولا غير شنو اللي قلقك سيد المواطن وانت ماشي محمي زينه قابله رفيق هي خالد قابل شنو الماء هل الداخليه قاعده تنشر فيها وهي لايف ليه؟ هو أكيد نقاش هذا موجود وبالعكس وفما ناس قابلت خالد كلونا نرجع معاك قبل في وقت ما وأيامات الحالات وكل أيامات الله لا يعودها علينا اللي عشناها في تونس 2011 12 13 و14 الضربات الإرهابية اللي صارت ناس تتقابل في قلب العاصمة وناس تتنقل في شارع الحرية ونفذوا وبأحزمة ناس وخرجوا والله كان جاي عنا ككاميرات المراقبة المكثفة وقتها شفناهم شكون قابل زاد
قبل ما يوصلوا شكون امنهم شكون جيبهم للشارع الغربي. انا مش قاعد نعلق على الاجراءات اللي يعني المزمعه نجيوك من زاويه حقوقيه انا قاعد نحكي في نقاش عام مطروح عند الحقوقيين وعند اساتذه القانون في العالم وانا مشيت معك في نفس الجانب ديما على خطر اي خطوه من هذا النوع هي خطوه ذات طابع امني في العالم الكل نظريا هذه كل خطوه في يعني تشدد القبضه الامنيه هي خطوه تهدد الحريه الشخصيه. هذا نقاش عام ونظري يعني ينجم يكون عنده حتى بعد فلسفي كيفاش هذاك كيفاش نجم نحفظ في اللحظه الانسانيه القادمه تطور يعني المنظومه الامنيه لحمايه الاشخاص والممتلكات وفي نفس الوقت نحافظ قدر المستطاع على حق الناس في سريه معطياتهم الشخصيه فقط. العميد عماد مماشا قال كونه فما 1300 كاميرا حاليا مثبته في اقليم تونس الكبرى ماناش نحكيو على كاميرا بطبيعه ذات التعرف بخاصيه التعرف على الوجه لكن حتى لتوا سي خالد يظهر لي في ال 1300 كاميرا هذو مارينا حتى مره انحراف ممكن باستعمالهم ولا صور ممكن لناس كانت تتنقل ولا كانت تقابل مع بعضها في الشارع وتسربت ولا تم تسريبها في عركة ولا في تهم يقول لك ايش بدي الكاميرا. ونشوفوا زينا في ردود الافعال ممكن على بعض الحوادث اللي يصيروا اللي في ديفير في تونس الناس اول ما طالب على وسائل التواصل الاجتماعي طالب بالكاميرا يقولوا ويني الكاميرا حتى مواطن اليوم باش يمشي يشكي لمركز امن او مركز حرس وطني يقولوا له يرجعوا للتسجيل الكاميرا وساعات يتلزوا ياخذوا من الديار مش عارف اللي كذبت وتسرقت ولا اللي غيره لانه التقنيه في عصرنا صارت في خدمه العداله في الكثير من اما خالد كرونه تتفق وانه اليوم المطلب الاول بالاساس عند المواطن العادي ولا المتطور شويه اللي يفهم في حقوق الانسان الناس الكل عامله اجماع أمن يعطيني أمن وأمان نخرج وقت اللي نحب أنا وصغاري مؤمنة نروح ندور في كرهبتي نتنقل من ولاية لولاية في أمن وأمان عطيني الأمن من الأول وما عادش نحب نشوف هكا التحركات المشبوهة وكالتخوفات جات بريود الناس بالطبيعة احنا ما نزلناش نغطيو على شمس بالغربال هذا يحكيوا عليه المسؤولين في البلاد من في كل المستويات يا أخي عندنا إحصائيات على عدد البركاجات اللي قاعدة تصير عندنا مشاكل قاعدة تصير قدام الليسيات وقدام الجامعات وفي تنقل الشباب الطلابي عندنا مشاكل اللي تصير في الأحياء الشعبية هذا أمر لا نقاش فيه أنك أنت والبركاجات كدولة يلزمك تحاول تلقى الحلول الأقل كلفة والأكثر نجاعة هذايا باش نجم تحمي الأمن العام هذا أمر معناه ما يحتاج باش نختلفوا فيه بالعكس أنا قلت لك في بداية كلامي اللي احنا تأخرنا فيه هو ممكن من بين الميزات الخاصة بكاميرات التعرف على الوجه هو كانوا مثلا يتم اعتمادها في أماكن التجمعات ويتم التعرف على الناس اللي مشبوه فيهم ولا الناس اللي عندهم ينجموا شكلوا خطورة في المكان هذاك يتم التعرف عليهم حينيا بالضبط خاطرهم يتعرف عليهم حينيا يتم التعرف عليهم حينيا ويتم ضبطهم ويتم اخراجهم من التجمع اذا كان ملعب اذا كانوا قاعه رياضه مظاهرات مسيرات ناس تندس غاديك تنجم تجيك ناس من الخارج ما تعرفهمش ويندسوا في مظاهرات وينجم يعمل بلبله وغيره كيفاش تتعرف عليهم بعد احنا من النواحي هذه ما نجموش نختلفوا رغم لان هذاك مربوط بسلامه المواطن وبامنه اليومي الناس اللي هما عندهم كيفاش نقول عندهم احترازات عندهم دي ريزيرف على هذايا ينجم يقول لك هو مادام خذيتي مثال مظاهره النجم انا كسلطه سياسيه نجم ننحرف بالكاميرا هذيك مش باش نلوج على الناس اللي يمثلوا خطر امني نجم انا نستغلها باش ندرس بالضبط شكون هما عندي الاف مؤلفه من الوجوه يمكن نتعرف عليها معناها في لحظه زمنيه بكبسه زر كما يقولون نخرج قائمه طويله وعريضه خاصه نهار تولي عندنا بطاقه تعريف بيومتريه باش نعرف بالضبط شكون هما الناس اللي حضروا حتى بطاقه تعريف عليها جدل وتحرك بطبيعه الحال احنا عندنا موسسه وكان عندنا ناس كان نجيبوا جماعه المدافعين على حفظ المعطيات الشخصيه تو نسمع من عندهم اراء حقوقيه واراء حقوقيه لم تولد في تونس اراء حقوقيه موجوده في العالم كله يعني ثم نقاش قاعد يصير مش لازم نتجاهلوه لكن في نفس الوقت مش معنى ذلك اذا كان ثم نقاش مفتوح اللي احنا ما نطوروش قدراتنا الامنيه بالضبط. في الدفاع على سلامه مواطنينا وعلى حياتهم اليوميه ممكن ساعات بعض النقاشات تكون كما قلت سي خالد تكون عايق قدام اليوم نحكيه على جواز السفر البيومتري تقريبا تونس من بين دول القلائل في العالم اللي ما زالت ما اعتمدتش جواز السفر البيومتري واللي هي المنظمه العالميه للطيران حطت اجال قريبه
لاعتماد ال ان شاء الله تونس تكون في الاجل. لا هو هو ان شاء الله في العام الجاي باش يتم باش يتم اعتمادهم، لكن ممكن كما قلت النقاشات هذه ممكن هي اللي طولت وخلات المشروع هذا يتعطل. وقت اللي هو والكلفة. وقت اللي هو زينا مشروع فلوس. وقت اللي هو زينا مشروع هام بطاقه تعريف بيومتريه جواز سفر بيومتري باش يخلي نحكيوا على جواز سفر بالاساس شي يخلي الحركه والسفر في المطارات يكون اسهل برشا، مش كما نفس الاجراءات القديمه كما نفس الاجراءات الجديده. فان شاء الله نشوفوا الامور هذيا ان شاء الله. شوفوا دي كاميرا في المتروات في الحافلات لها تشوفوها اللي هي معناها تقوم بدورها الناجع، لأنه إذا كانها موجودة وحالتها رثة كما حالة أسطول الحافلات، ولا موجودة وحالتها رثة كما أسطول المترو، معناها ما تنجمش وقتها تحقق هي النجاعة المطلوبة. احنا مشكلتنا مش أنها موجودة معلقة ولا مش معلقة، هل أنها هي تساهم فعليا في تأمينك الوليد ولا البنية ولا الطالب ولا الشيخ. احنا نسمع كل يوم بحكاية البركاجات، ونسمع كل يوم بحكاية سرقة الهواتف الجوال وما إلى ذلك. إيش معناها؟ معناها احنا يلزمها التقنية هذه نحولوها بالفعل إلى نعمة، حتى لا تبقى مجرد آلة معلقة قبيحة في تلك الحافلة ولا في تلك العربة دون أن تؤدي دورها. هذا الموضوع، موضوع النجاعة. نحبوها المسألة هذه تكون نافذة في الواقع. والكاميرات المراقبة والحديث على المعطيات الشخصية، وصارت في تحقيقات وغيره في الأثناء، فما ناس قدمت مطالب مؤسسات تربوية عمومية وخاصة وغيرها تقريبا ذكروا في 2021 في آخر التقارير وصلوا 4500 مطلب من الداخلية يطلبوا فيهم تركيز كاميرات المراقبة. بطبيعة الحال ما هو أنا أقول لك مش معقول باش المؤسسات حساسة وتنجم تكون متعرضة لتهديدات تهديدات إجرامية، حتى تهديدات إجرامية بالحد الأدنى. ناخذ أمثلة الإعداديات، المعاهد، مداخل الكليات والجامعات. ماهوش حاجة معقولة أنه احنا في بلاد ما فماش كلفة مالية كبيرة باش نركزوا كاميرا من هذا النوع في مقابل اقتصاد الجهد الأمني. شوف قداش من قضية تحقيقية وقداش من عون باش يخدم لك ملف أمني وقداش من ملف باش تحط قدام القاضي. هكا كل النجم معناها صندوقاشية، كل نجم نربحوه. حتى بعض ممكن بعض الناس اللي يحاولوا يقوموا ببعض الأعمال الإجرامية إذا كان يراو كاميرا مراقبة مركزة فهما يبتعدوا من المكان هذاك. فهون تنجم تكون زادة وظيفة ردعية، عندها دور ردعي بالأساس وعندها مردودية أمنية عالية في نفس الوقت في الحد من الجريمة وغيرها. في الأثناء الناس اللي اليوم تتحدث عن انتهاك الحقوق الخاصة والشخصية وغيره، كما قال رفيق لاني نتساءل، انت في مكان عام في الشارع ما جيش يصور فيك في بيت نومك وفي دارك الداخل وفي الصاله فاش تعمل، يصور فيك في اماكن عام. نحن كيف نمشيو للمطاعم المقاهي ما فيها لي كاميرات سورفيونس يصورك وانت تاكل، على شنو نحكي؟ كون فما تضارب شويه هنا في الشارع ما تصورنيش، اما في المطعم يصورك في الهوجي اللي خلموه بس عبد يصورك وانت تاكل مثلا. صحيح، تخيل تصور. راجعين مكملين في ساعتنا الثانية، ضيفنا ناطق رسمي للإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري، عدة نقاط خاصة في علاقة بالامتيازات الجديدة لمواطنين خارج حدود الوطن، النظام التوقيفي وغيره، برشا تفاصيل أخرى وحجوزات كبيرة وكبيرة جدا خلال كورونا. وكنشوف قديش قاعد يتشد اليوم كمية هائلة من المخدرات اللي تمشي لاحقا تلقاها حتى في الوسط المدرسي مع الأسف اليوم. تفاصيل هذه وغيرها موضوعنا في ساعتنا الثانية. الأخبار قبلها أصالة تغني غلبان ديليكاس رفيق دريدي شكون، تحياتي لك رفيق. شكرا خلال كورونا معودة جدد غدا راجعين هذا السوت الوطنية. مرحبا غلبان هوي